السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة استشاري محمود أبو ستة، استشاري اللاندسكيب ومكافحة الحشرات العامة. النهاردة هنتكلم عن مفهوم أو معنى اللاندسكيب. اللاندسكيب هو فن تنسيق الأرض. العلم ده هو علم كبير جدا جدا، بحر واسع من العلم، وبيتضمن شقين بنجزأه لجزئين. الجزء الأول هو السوفت سكيب، والسوفت سكيب من الاسم هو سوفت، حاجة طرية، يعني حاجة ناعمة مهيش خشنة، سوفت. أول حاجة فيه هي الإنشاءات. الإنشاءات بتتضمن إنشاء شبكة الري. شبكة الري يعني كبير، ولي حساباته وأحماله بالنسبة للمواسير وبالنسبة للمحابس والفواني. موضوع احنا بنتكلم فيه بشكل عام، وطبعا هيبقى في حالات كتيرة جدا نتكلم عن حاجات كتير في شبكة الري، ونتعلم مع بعض ازاي نعمل شبكة الري. والحاجة التانية هو التوقيع النباتي. التوقيع النباتي في مصر بيبقى فيه ليه طريقتين. الطريقة الأولى هي ان انت يجي لحضرتك كمهندس في الموقع بلان او رسم من مكتب هندسي، وحضرتك بتقرأ الرموز بتاعته وبتطبقه، ولو في اي حاجة بتعترضك او انت ليك رأي فيها بتتناقش مع الاستشاري لحد ما توصلوا للحل او توصلوا لفكرة معينة مع بعض، وتبتدي تزرع النباتات بتاعتك. الحاجة التانية هي الصيانة. يعني ايه صيانة؟ طبعا بعد ما عملنا الانشاءات لازم الحاجات اللي موجودة دي، سواء شبكة الري او البلانتس للنباتات والجراس والجراوند كفر والشرابس، كل الحاجات دي مكونات الحديقة محتاجة صيانة. عند حضرتك شبكة الري بتبقى فيها الرشات بتاعتها والمحابس والمحابس العزل ومحابس الهواء ومحابس الغسيل، كل الحاجات دي لازم بتصينها في شبكة الري، وليها ايه معاملات لكل حاجة منها. بالنسبة للنباتات، ان انت بتقص النباتات وبتقص النباتات والنيلة وبتسمد، دي الصيانة، وبتقاوم الافات والامراض الموجوده عندك، وبتقاوم الحشرات، وبتقوم بكل حاجه بيحتاجها النبات، هي دي الصيانه. يبقى عندنا اول حاجه هي الانشاءات، وبعد كده الصيانه. ثالث حاجه هي المشتل. المشتل برضو حاجه كبيره جدا جدا، موضوع كبير. أو المشتل بيبقى عبارة عن مكان بنكثر فيه النباتات، بنزود عددها. طبعا في ناس بتعمل مشاتل بشكل تجاري كبير، وناس عندها خبرات كبيرة جدا جدا في موضوع المشاتل، موضوع كبير. وهنشوف بعد كده لما نعمل فيديوهات للنباتات وازاي تتكاثر، هتلاقي ان كل نبات ليه اسم معين وليه طريقة تكاثر، وليه هو بيتحط فين، بيعيش في الشمس، بيعيش في الظل. مشتل خبرة كبيرة جدا، حاجة يعني محتاجة وقت ومحتاجة جهد عشان توصل ان انت تبقى يتقال عليك مشتلجي. لما يتقال عليك مشتلجي او اي حد من الناس ذوي الخبرة في المشاتل لما يقولوا عليك ان انت مشتلجي، يبقى انت راجل وصلت لدرجة لا بأس بها في موضوع المشتل. عندنا البند الرابع في سوفت سكيب هي مزارع النيلة. مزارع النيلة هي عبارة عن أماكن
بن كاسر في عميجيلة نفس فكرة المشاتل، بس هي ليها تخصص تاني. وفي ناس عندهم مزارع كبيرة جدا بيشتغلوا بشكل تجاري، بيوردوا لكل الأماكن على مستوى الجمهورية نجيلة. والنجيلة عبارة عن أنت حضرتك بتجيب الرولة بتاعت النجيلة اللي هي الفلاطة، وبنقطعها حتت صغيرة خالص متناهية الصغر، وبنحطها في الأرض نغرسها، ويبقى في شبكة ري. طبعا بيبقى في معاملات قبل موضوع إن أنت تحط الورس، بيبقى في أنواع من موجات الحشائش بتترش عشان لو في أي حشيشة موجودة في الأرض تموت، بذرة أي بذرة موجودة تموت، لأن أنت طبعا أنت عايز نجيلة من غير غريبة ومن غير حشائش، فطبعا لازم ترش المبيد دوا. وبعد كده بنعمل الورس، وتبقى في شبكة الري موجودة، وبتعمل بعد كده بتتعامل بمعاملات سمادية بطريقة معينة، ولها خبرات لها خبرة معينة. في الآخر خالص بتطلع لك الرولة بتاعت النجيلة. وعند حضرتك لما تنظر النجيلة ويبقى شكلها كويس كده، والبوصات شكلها كويس، يعني بوصات يعني حاجة كده تبص لعينك كده تلاقي حاجة زي ما يكون مسطح، انت بتشوف اي مكان هو دي عبارة عن مزرعة نجيلة مستوية في مكانها. في مكنة بتيجي بتبقى موجودة عندهم وليها مستوى معين، منسوب معين، سواء كده او كده على حسب زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تقطع بتظبطها، وبتمشي المكنه تمشي على النجيله كده، وتروح تصلك النجيله من الجذور من تحت، وبعد كده حضرتك بتقطع الفواصل وبتطبقها وتحطها حملها العربيه، وبتيجي لحضراتكم وحضراتكم كلكم في الموقع بتشوفوها. بس المنتج ده هو الخلاصة النهائية للجهد المبذول ومجموعة من العمليات المحسوبة والمنظمة والمدروسة تماما. طبعا احنا الرأي اتكلمنا عليه في الجزء الأولاني اللي هو الإنشاءات. فيبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا 4 نقاط أساسية في السوفت سكيل. نخش على الجزء الثاني من اللاند سكيب، وهو الهارد سكيب. طبعا الاسم هارد سكيب يعني حاجه خشنه، حاجه كونكريت، حاجه جامده. والجزء ده هو من اللاند سكيب بيبقى فيه البرجولات، المشايات، حمامات السباحه، النافورات، المقاعد، الشلالات، كل حاجه، كل التماثيل، كل حاجه، كل مكون في الحديقه هو جاف او بيتعمل بحاجات اسمنتيه وحاجات بنائيه انشائيه هو هارد سكيب. واتمنى ان انا اكون شرحت الموضوع بشكل مبسط عشان حضراتكم تفهموا معانا، وانا تحت امر حضرتكم في اي استفسار. وربنا يزيدنا علما ويعلمنا كلنا، وما موتيتم من العلم إلا قليلا. وأشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم، وإلى اللقاء في تسجيلات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضراتكم.